جاي تاني ليه اقعد على الطريق؟ اسمعوا، قدامكم فرصه واحده، تاخدوا بعضيكم وتمشوا من هنا، والا قتلت الحريم ديك صاد عليكم. سامعين؟ محدش هيمشي، الدار دي دارنا، محدش هيمشي. موسى الجلاد، والله زمان. فارس فارس، محدش يضرب ده. الماموسه دي تبع رحمه، مات اخونا حسن وامه. خلاص يا موسى، سيب الحريم واحنا هنمشوا. انا ما قلتش هنسيب الحريم، انا قلت انت اللي هتمشي. الحريم داي هيفضلوا ضيوف عندي. عيب عيب يا موسى، ما تدخلش الحريم. الحريم ما لهمش صالح باللي بناتنا. احنا ما فيش حاجه بناتنا يا ولد العطار. قصدك انك نسيت اللي بناتنا يا ولد الجلاد. موسى الجلاد ما بينساش حاجه واصل، وكيف انساكم يا عطارين؟ كيف؟ خلاص يا موسى، مش وقته دلوقك، سيب الحريم واحنا هنمشوا. ويا دار ما دخلك شر، دار دي هي دار الشر. ما تولعش النار اللي بينك وبين العطارين اكتر من كده. اللي بيحصل ده مش في صالح حد. اسمع يا فارس، تاخد رجالتك وتمشوا من هنا، يا اما هدفنك تحت رجليك. تغيير في محتويات الأوراق الرسمية، تزوير الأوراق دي بتثبت إن كل المخالفات تخص إدارة المجموعة المتحدة مش الإدارة الحالية للمجموعة. تقدر سيادتك تطلع عليه. مدان بما لم يفعل كحر. واحد من يبقى بريء. ايوه بريء. الخسارة في المعركة، الهزيمة. انا حديتي معاك خلص. خلاص يلا ماشي ماشي يا موسى، أنا همشي بس عشان أنت بتتحامى في الحريم، لكن الكلام لسه ما بدأش. يلا يا رجالة. فارس بيه؟ قلت لك يلا يلا. يلا يا رجالة. ما اتفق عليه الناس من عرف وتقاليد الأصول. يا رحم، عايزة تروحي مني انت كمان؟ انت وابني تعويره كبيره وانا ما استحملهاش. تعرف ان انا كان نفسي اسميه سلطان؟ انا عارف انك انت ما كنتش هتوافقي، وما ينفعش يبقى ابن ريهام هاني من دهب اسمه سلطان، بس أنا كنت سميه زي ما أنت كنت نفسك تسميه. كنت أنا هقول له سلطان. بس أنا سلطان راح.
أنا طول عمري ما كانش عندي أحلام كبيرة، كل أحلامي كانت عيلة صغيرة وست زيك تحبين وأحبها وكان معايا اسمي دول لما أكبر. فلو ربنا خد مني كل ده في وقت واحد يبقى ملهاش لازمة أصلا العيشة بنت الناس. طلع بجد إن الواحد ما بيعرفش قيمة الحاجة غير لما تروح منه، بس مش لازم تروحي مني عشان تعرفي إني بحبك. أنا والله العظيم مريم بحبك. تفتكر ان انا لما كنت بزعق معاكي او بقول لك كلمتين يضايقوكي ان انا ما بحبكيش؟ انا بس يمكن ما كنتش بعرف اقول الكلام اللي انت بتحبي تسمعيه، بس انت قلبي بالسلامه وانا مش هقول غير كل حاجه حلوه. تعرف ان في الحاره زمان كانوا مسميين نيح الحجر؟ عشان كنت طول عمري ناشف وجامد، عمري ما بكيت ولا دمعت، بس لاول مره ما بقاش قادر امسك نفسي. بس انت غالية يا مريم، أغلى من أي حد ومن أي حاجة. أنا ماليش غيرك. أيوة حرام. حصل امتى ده كمان؟ ماشي انا هتصرف. سلام. الحكومة هنجيب لنا على الطريق. عجد عجد على الطريق الغربي. طيب ايه؟ ابدأ الإشارة. هدف غير اتجاهه يا فندم. يعني ايه غير اتجاهه؟ الإشارة غيرت اتجاهه قدامنا يا فندم على الجي بي اس في اتجاه الجنوب. المسافة اللي بينه وبينه قد ايه؟ وسرعته قد ايه؟ 12 كيلو يا فندم وسرعتهم 80 كيلو متر في الساعة. فيها أي تمركزات في الطريق؟ في كمين تأمين يا فندم. طب وصلني بقائد الكمين. عمليات؟ عمليات؟ معاك يا فندم. وصلني بالدعم فورا. الشحنة دي لو عدت مش هنعرف نمسكها تاني. علم وينفذ يا فندم. جري قفل الطريق وبدأ التمركز. يلا ربنا معاك. توكلنا على الله. الوقت اللي اتحجج فيه امنيتك، الكمين ده لازم يتفجر حالا، حالا، يلا!
مات دفاعا عن أهله وعرضه.